يا حلين وسهلا الأصدقاء، عندي سؤال لكم. في اليوم نحن في المشكلة في شارع الوحدة في البلد سوريا، هذا حقيقة. الناس من الحزب الله والإيران أحب الرئيس الأسد. للسؤال، لماذا الناس أربون؟ ليه ستذهب إلى الحرب إلا الإيران والحزب الله؟ وحزب الله والإيران قتل العربون في المدينة حمى. لماذا كل الساعة العربون كعالم الإسرائيل وإسرائيل فعل هذا وهذا، وإسرائيل قتل كم الناس إسرائيل قتل في السفينة التركي؟ تسع ناس، كل عالم عربون. إسرائيل الستان، إسرائيل البلد، وين أمريكا من أريد ثقل على كل عربون وكل مسلمين في العالم؟ هذا ما قول العربون قلم. وفي حقيقة أسد قتلت كبير عربون. أنا عقرت في الجريدة الأمريكي، أسد قتل مثلا 6000 ناس في سوريا. لا بس الجيش من تحب فعل حرب الناس السوري. وعنا سوريد واحد عربي ستكلم إلاني. لماذا أنتم لا فعلتم صفر على الحزب الله وعلى إيران؟ بالسبب هم قتلهم الناس عربون كبير في كل العالم وفي سوريا. لا بس في سوريا، نعم في لبنان، نعم في مصر العريس مبارك قتل كم عربون رئيس مبارك قتل في مصر كبير.
من ممكن تعرف مين ممكن من ممكن تعرف كم ناس الرئيس مبارك قتل في مصر؟ وعلى الرئيس أسد كبير ناس في سوريا، وإن شاء الله نحن ممكن نسكن في السلام حقيقة في كل العالم، لا بس في أمريكا وفي الجنوب أمريكا، لا بس في أوروبا بس كل العالم في الشرق الأوسط. إن شاء الله نحن نشهد اليوم. وعندي سؤال، لماذا لكبير ناس لبنانيين وعرب ومسلمين في أمريكا؟ في أمريكا هذا مكان تمام. أمريكا أنت ممكن تفعل كل أنت تريد. في أمريكا أنت تريد تذهب إلى الجامعة، صحيح؟ صح، سهل، قل سهل هنا، هذا سهل إلا فعال المعل، إلا فعال الأفعال تفعل كل أنت طرد في كل الحي هيك. الحي في أمريكا تمام من الشرق الأوسط، من فلسطين، من سوريا، من لبنان، من مصر. طيب مرة هنا في أمريكا، في فلوريدا، في نيويورك، في نيوجيرسي، في كل الولاية هنا، كل الولايات المتحدة كبير، في كل الناس ليس صغير. لبنان صغير مرة، ولا أردن صغير مرة، كل بلد في الشرق الأوسط صغير، بس أمريكا كبير، البلد كبير. وأنا أريد كل العربون يذهب هنا. نحن ممكن نسكن الحياة تمام. نعم، كبير أمريكيين لا أعرف ألا المسلمين لازم تذهب هنا، إلا تكلم كل الأمريكيين لعندنا عدنا واحد أحد ألا كل الأمريكيين لا أعرف ألا هنا ولا أمريكا لازم كبير عربهم هنا. وهذا حقيقة. إن شاء الله نحن نتكلم في فيديو غير. السلام عليكم وشكرا لك.
إلا اسمعني.